هذا السائل يا شيخ الأخ علي يقول بأنني نذرت نذر على أن يتحقق لي حاجة، فتحققت هذه الحاجة واكتملت، والنذر كان يجب أن أصوم 40 يوم بدون انقطاع، ولم أستطع الصيام بدون أي عذر، هل يوجد بديل لسداد النذر علما بأنني بصحة جيدة والحمد لله، وهل يوجد شيء يقضي هذا النذر من غير الصيام؟ هذا نذر طاعة ولا بد من تنفيذه على ما نذرت. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا نذر طاعة وهو الصيام، تصوم الأيام التي نذرتها متتابعة ولا تركن إلى الكسل والعجز، بل تركن إلى العزيمة الصادقة لإبراء ذمتك. نعم.